برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل. الناس اللي أنتوري بيك قادرين إنه يساعدوك. حاول أنت زادة تبذل أقصى ما عندك باش تفرح الناس اللي يحبوا يفرحوك، وبهكا اتعم الإيجابية عن الناس الكل يا حمل. الثور. ما تتورطش في مشاريع كان أنت ماكش متأكد من نتائجها، ينجم ينهار وضعك المالي في أي وقت يا ثور. الجوزاء. ماذا بيك إنه ديما تظهر ليونة وأخلاق عالية، وحاول ديما تكون فريدون وما تنفذش أفكار وأعمال ما همش أمنين يا جوزاء. السرطان. أخفف شوية مما كلت ثمار البحار وخاصة المقلي، وبهكا تختار الحاجة المناسبة ليك يا سرطان. الأسد. قاعد تحس اللي صوتك ما هوش مسموع وحتى حد ما هو مركز معاك. ما تخافش من الوحدة، انت شخص قوي وتنجم تتكيف مع أي وضعية كانت صعبة شوية يا صيد. العذراء. حاول ما تأجلش أعمالك أكثر من اللي أجلتها، اخدم اللي تنجمه باش هكا تنقص على روحك، وما تتورطش في حاجات اللي نجموا يكونوا أكبر منك يا عذراء. الميزان. حلو مر حتى لين يتعدى العمر، ومش من كل حبة باش نردوها قب. أيا وسع بالك وخليك أوفير للنقاشات الكل يا ميزان. العقرب. الظروف الكل مواشيتك والحظ ينجم يضعفك برشا، ولكن زيدا حط في بالك اللي هذا ما يعنيش أنه تفرط في المكتسبات اللي حققتها مؤخرا يا عقرب. القوس. تيزيد شتا وانت هاك زيت الماء زيت دقيق، شوف الأمور بالكدا وأعرف وين تحط ساقيك ليامات وتخمم مليح يا قوس. الجدي. تنجم الظروف ما تخدمكش برشا باش تكتم الغضب اللي عندك، ولهنا ماذا بيك أنه تتحلى أكثر ببرودة الأعصاب وتبعد على كل حاجة اللي تنجم تسبب لك الغش يا جدي. الدلو. قاعد تشهد في الفترة هذه من حياتك تغيرات وانقلابات، ولكن معظمها ينجم يكون للأفضل ليك ولشريك حياتك. إن شاء الله ديما تسمع في الأخبار الحلوة يا دلو. الحوت. ابعد شوية عاد تخمم في الخدمة، خليك زادة تتحلى بشوية ترفيه باش هكا نجم يكون عندك مردودية للخدمة ونفس طويل يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.